السياحة عمرو القاضي إن مهرجان العالمين الجديدة فرصة كبيرة لترويج السياحة المصرية، مضيفا أن مهرجان العالمين الجديدة يستهدف زيادة فرص السياحة الداخلية والخارجية في حضور المهرجان. وأضاف أن الهدف الثاني لمهرجان العالمين الجديدة هو الترويج لمدينة العالمين الجديدة والساحل الشمالي وزيادة أعداد السياح إلى مصر ومدينة العالمين، تعتبر مدينة كالإسكندرية تزار على مدار العام. شهدت سماء مدينة العالمين الجديدة أمس عروضاً جوية بين فريق النجوم الفضية التابع للقوات الجوية المصرية وفريق الفرسان الإماراتية للاستعراضات الجوية، وذلك احتفالاً بالذكرى 71 لثورة 23 من يوليو. وكانت جميع العروض مبهرة وجميلة بألوان مبهجة، خاصة العروض البحرية التابعة للقوات البحرية المصرية، واستمتع الزوار بمشاهدتها لتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، والعديد قد علق بقولهم ختامها مسك في إشارة إلى جمال عروض ختام الاحتفالية بذكرى ثورة 23 من يوليو. كشفت إدارة مهرجان العالمين الجديدة عن مشاركة الكينج محمد منير في حفل ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، حيث يعكف الفنان محمد منير حاليا في إحدى المناطق بالساحل الشمالي من أجل بروفات وتجهيزات للحفل، ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان خلال الساعات القادمة موعد الحفل. كان الملحن محمد رحيم قد نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا تجمعه بالكينج، وعلق عليها قائلا: قريبا إن شاء الله الساحل الشمالي. تجرى حالياً الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة البادل الدولية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، والتي تنطلق نهاية الأسبوع القادم، حيث أنهى القائمون على اللعبة كل التجهيزات لتقديم أول بطولة دولية على أرض العالمين الجديدة. يشارك في البطولة 100 لاعب، منهم لاعبون دوليون، وتحتوي البطولة على المصنفين دولياً من 1 إلى 100، وتم توفير كل الإمكانيات الدولية بالتعاون بين الاتحاد الدولي والمصري من أجل نجاح البطولة، المتوقع أن تجذب جمهوراً كبيراً للعبة التي بدأت تنتشر حول العالم خلال الفترة الماضية. كشف الخبير السياحي محمد فاروق أن مهرجان العالمين الجديدة كان على خارطة وأجندة المهرجانات المصرية منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنه تم البدء بالحديث عنه في مؤتمر السياحة العربية في دبي 2023. وأضاف: نستهدف الترويج لمدينة العالمين على المستوى المحلي علاوة على السياحة الإقليمية على المستوى العربي، موضحا أن جميع غرف العالمين ترفع شعار كامل العدد، إذ بلغ العدد 15500 غرفة، ومستهدف الوصول إلى 25000 غرفة جديدة يتم افتتاحها قريبا. وأوضح أن كل الأعداد التي تصل اليوم إلى مهرجان العالمين الجديدة تصلها خدمة ممتازة بأسعار مبهرة مقارنة بباقي الأسواق. شهدت الساعات الماضية إقبالاً كبيراً من جمهور مهرجان العالمين الجديدة على حجز تذاكر الحفلات الغنائية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل الفنان تامر حسني الجمعة الماضية. وحجز الجمهور أغلب تذاكر حفل الفنان أحمد سعد المقرر إقامته الخميس المقبل، إلى جانب حجز أغلب تذاكر حفل راغب علامة ونانسي عجرم المقرر الجمعة المقبلة في واحدة من أضخم حفلات الموسم. وحرصت إدارة المهرجان على إتاحة التذاكر لكل فئات الجمهور على موقع تذكرتي الذي يقدم خصم 10% على تذاكر المجموعات.